مساكم الله بالخير جميعا في حلقه جديده من برنامج فكر معانا. طبعا خلصت قهوتي وناخذ اول سؤال. سؤالكم يقول: ياخذها واحده واحده ويوقف برجل واحده كانه ابو العريف، يشيلها بكل لون ويفرش. اللي ما يعرف الصقر يشويه عصفور باليد ولا عشره على الشيره. على الشيره. اوكي شير. زكي زار زكيه، فهل زكيه زارت زكي مثل ما زكي زار زكيه؟ كرم معانا. ما اقدر. سؤالنا يقول: ما هي المشاجره التي لا تتدخل فيها الشرطه؟ فكر معانا. سؤالنا الاول كان سهل، خلينا نشوف شلون. بس انا اذا غلطت اعيد، بس انتم غلطتكم تكلفكم الجوائز والقاري. الغلط ممنوع وما بقى الا يومين. سؤالكم يقول: لها اقدام وما له سيقان، الغلط ممنوع. لها اقدام وليس له سيقان. ما هو؟ لها اقدام وليس لها سيقان. سلحفات؟ لا. ثعبان؟ لا. لا. له اقدام وليس له سيقان؟ نعم. مكتب؟ لا. حلوة. بعيد ولا قريب؟ شوي. ما بعرف. له لها اقدام بس ما لها سيقان. ما خلص لها اقدام يعني. ايوه. نفس واحد من هي نفسها الانسان. لا لا لا، احنا لنا اقدام ولنا سيقان. ولها زرافه؟ لا. كنغرو؟ لا. له اقدام وليس له سيقان. حذاء؟ لا. اثار الاقدام؟ لا. كرسي؟ لا. له اقدام وليس له سيقان. السلحفات؟ لا. مش عارف صراحه. هل هو شيء ولا يمكن يكون يمكن جماد بعد؟ تمساح؟ لا. ما خلاص ما بقيت قادر افكر. جماد. جماد. انتوا توينز ما شاء الله صح؟ توينز؟ ها؟ لا. رفقات. رفقات، انتوا رفقات ما شاء الله. بس من اطول؟ انت اطول؟ هي اطول؟ اوكي. الساعة الوقت صعب. لا. له اقدام وليس له سيقان. اقدام وليس له سيقان، الغزالة. الغزالة يمكن عندها أطول سيقان في العالم. هاي لها أقدام وليس له سيقان. جماد. لها أقدام ولا سيقان. نعم. المتر؟ 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 القدم؟ اشرح. قلت لي أول شيء شنو؟ المتر اشرح لي شنو المتر؟ المتر هو عبارة عن مسافة. أيوة. بين الحاجة والحاجة. أوكي. وهي 100 سنتيمتر. أوكي. أيوة. لها علاقة بالأقدام؟ لا، هذا بقدمها ثلاث أقدام. لها سيقان؟ لا. يعني الإجابة إيش؟ مزبوط. إذا القدم 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 أو المتر. أو المتر. يا هدية كلنا سوينا. جاتك بأقدامها. جاتك. طيب يلا. كلها لك إن شاء الله. ألف مبروك، إجابة صحيحة. ربحت معنا ثلاث تذاكر من مسرحية عسل يا وطن في العيد، وايضا ربحتوا معانا جائزه من شوبان للحلويات والتمور، وعندكم جائزه من عسيف، وجائزه من حديقه اكوا بارك، وجائزه من جريده الوطن. لحين ما خلصنا. وانت طيب الله يسلمك. وجائزه من مجموعه النهدي البدع، ومجوهرات زبرجد، وايضا اخر واحده عطور من الجزيره العطور. ألف مبروك، تستاهل. الإجابة المتر، لها أقدام، ينحسب بالأقدام وليس لها سيقان. معروف عن الشعب الياباني أنه متحضر ومثقف. ما هو عكس كلمة ياباني؟ فكر معانا. عارف اليابان صح؟ إي عارف اليابان. شنو عكس ياباني؟ شنو عكس ياباني؟ أيوة. يعني الحروف اللي وشو الكلمة. سؤالي يقول لك شنو عكس ياباني؟ شلون يعني؟ عطني اياها. فكر فيها، فكر السؤال. ياباني والله ما ادري. رحت اليابان؟ لا والله ما رحت. ولا لا. زين. تعرف اليابان صح؟ اي. عكس كلمة ياباني. ناباني. لا. نابين.
لا 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 مو بعكس الكلمه. في لها تبي انت معنى معنى يابان. نعم شنو يابان؟ ما يابان اشترى يريدون او لا يريدون يابان ولا ما يابان كيفهم. رحت اليابان؟ رحت اليابان؟ حلو. رحت اليابان؟ لا. ايش رايك بالشعب الياباني؟ زين والله. زين. ما عكس كلمة ياباني؟ نيبالي؟ ها؟ نيبالي؟ لا. ياباني؟ ديان؟ لا. يابان؟ شلون ياباني؟ دولة ثانية ولا؟ يمكن. صيني؟ الهندي. وانت ايش رايك؟ اجابته حلوه صراحه. رحت اليابان؟ انا لا ما رحت بس الاهل راحوا يعني. اي اوكي زين. الشعب الياباني شلون؟ لطيف محترم مثقف مطور يعني عكس ياباني. كوري؟ كوري. حلو حلو. لا فلسطيني. ها؟ صيني؟ لا. تعلم غبي. ايش رايك بالشعب الياباني؟ الشعب الياباني مفكر. لماذا يتميز الياباني؟ باحترام. عكس ياباني. عكس ياباني؟ وين في اكبر عيون؟ اعرف يوناني. لا مش يوناني. يوناني. كوري؟ عكس ياباني كوري؟ اليابان، كوريا، فيتنام. بعد؟ الحين وصلنا لفيتنام؟ اه. بعدين وين نروح؟ عكس الخريطة؟ ريعتيني. عكس الخريطة؟ ايوه. عكس الخريطة؟ ايوه. عكس ياباني امريكي؟ ايوه. والله علي نسمعه. شعب لطيف وجميل. سمعت شيء ثاني؟ انضباط عندهم. انضباط. عكس ياباني. وداني يمكن؟ وداني حلوة. لا. بس يا باني. أيوة. يا هادم مثلا. لا اوكي. يا ربحان. الف مبروك. اجابه صحيحه. تستاهلون. عندكم عطور من الجزيره العطور وعندك جائزه من عسيف وعندك جائزه من زبرجد المجوهرات وعندكم من حديقه اكوا بارك وعندكم من تميمه. جريدة الوطن تستاهلون. ساعدة ساعدة. وعندك شوبان للحلويات والتمور وعندك من البدع وعندك من مجموعة النهدي. ألف مبروك يا الربع. تستاهلون. والديك الله يسلمك. مع السلامة. السؤال يقول كم عدد ساعات نوم القطة؟ والله معلوماتي تقول وايد. فكروا معنا كم عدد ساعات نوم القطة؟ في اليوم ولا متواصل يعني؟ اليوم 24 ساعة. ساعتين؟ لا 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 أفلام كثير. 12 ساعة. 12 ساعة؟ اوكي. بعد جواب نهائي. هاي 12 وغيره بعد. أعطوني جوابين. أفلام كثير أكيد. 14. 14 و12. كم عدد ساعات نوم القطة؟ والله أنا عندك قطة ما بتنام. زين. تقريبا تحس. كم عدد ساعات؟ أبي يكون 3 ساعات 4 ساعات. قلت لك تشربها قهوة. 5. غير. 10. لا. كم عدد ساعات نوم القطة؟ 5. لا. 3. لا وايد بعد. 4. بعد فوق. لا فوق. إيه. 7. عطني رقم نهائي. 8. عطني رقم يطلع صح. يمكن 6 ساعات. 4 ساعات. أكثر وكل واحد يعطيني رقم. 10 ساعات. 14 ساعة. 6. أنت عطني رقم. 4. بقول لكم أكثر وكل واحد يعطيني إجابة. يعني أكثر من 10. 6. 8. أكثر من 8 ساعات. 6 ساعات. 7 ساعات. 6 ساعات. لا غيري عنه. 5 ساعات. 5 ساعات؟ 6 ساعات، 7 ساعات، 5 ساعات. زيدوا.
12 ساعة 11 9 كم عدد ساعات نوم القطة؟ لا معلومة عامة والله ما أعرف. عطني وقت كم ساعة تكون قاعدة؟ عطني رقم انت. 18 قربت الصراحة. 16 يلا ثبت 16. انا مكانك مغير. لا انا اراقب لك طابة عندنا من الفريق 16 ساعة. اجابة صحيحة مبروك تستاهل. ربعت معنا 16 هدية تقريبا. جائزة من الجزيرة العطور وعندك من عسير ومجموعة النهدي ومن شوبان للحلويات والتمور وأيضا من حديقة أكو بارك وزبرجد للمجوهرات وعندك من جريدة الوطن وتميمة وجائزة من البدع وأيضا جائزة من تركيان. ألف مبروك تستاهل. إذا تبي حد يساعدك القاري موجود بيوصل لك للموتر بي. الله يعافيك الله يسلمك. سؤالكم يقول آلة موسيقية ودستور بلاد فكر معانا. دستور بلاد آلة موسيقية كمان مثلا الكمان؟ اي اوكي انت وجهك صحيح بس لا شيء ثاني. طب يعني هم مشتركين الآلة الموسيقية والدستور؟ فيهم شراكة. بيانو؟ بيانو حلو تمام بس لا بتعلم فخ فيها اسمها ايه؟ سكسفون؟ اي سكسفون بس ما فيش دستور السكسفون. صعب يعني. البيانو ما اعرفهاش بصراحة. لا لا آلة موسيقية ودستور بلاد. لا صعب. طبلة ومزمار وجيتار دوف. فكر فيها. طبلة ومزمار وجيتار درمز. لا لا. مزمار. لا لا يعطيك العافية. والله ما عندي أي فكرة. آلة موسيقية ودستور بلاد. فيولين. آه بالإنجليزي نظام الإنجليزي. أوكي. الكمان بيانو جيتار. أوكي. أوكي لا لا لا. الجيتار والعود. يعني هي الاسم الآلة هي دستور البلد. ممكن. ما أعرف والله. جيتار. جيتار لا. لا. بيانو. بيانو لا. عود. عود لا. آلة موسيقية ودستور بلاد. تتعرفين؟ ما شاء الله. بيانو. بيانو لا. الأورج. لا لا. لا فلوت بالفرنسية أنا عارفها بالفرنسية. عطني بالفرنسي. لا فلوت. لا فلوت لا. مش لا فلوت. لا لا مو. لا. لا. ساكسفون. ساكسفون لا. لا. أشكركم. تعرف فلوت؟ آه بعرف فلوت. لا فلوت بالفرنسي ساعة واحد علمني معلومة جديدة يسمونها. الفلوت. الفلوت؟ لا مش الفلوت. اه مش الفلوت. لا. مثل الفلوت يعني؟ آلة موسيقية ودستور بلاد. اعتقد القانون. القانون. قانون. شلون؟ يعني هو آلة موسيقية والقانون هو دستور البلاد. اكيد. يعني هذا ال يعني نفس الاسم بس لا اكثر من معنى. نعم يعني هذا اللي عرفه. أكيد؟ أكيد يعني أنا هذا اللي عرفه يعني إنه القانون هو دستور البلاد وهو آلة موسيقية بنفس الوقت. وألف مبروك إجابتي الصحيحة تستاهلين ربحتي معانا. وقانون البرنامج يقول اللي جاوب صح يربح أكيد. تستاهلين جائزة من عسير. شكراً. وعندك جائزة من الجزيرة العطور. شكراً. شوبان للحلويات والتمور. شكراً. جائزة من مجموعة النهدي والبدع ومجوهرات من زبرجد وعندك ثلاث تذاكر من مسرحية عسل يا وطن في العيد هذه وعندك حديقة أكوا بارك وجريدة الوطن وجائزة من سالك. ألف مبروك. أكمل الحكمة.
الصديق إما أن ينفع وإما أن ساعدكم. أبي منكم كلمة واحدة. الصديق إما أن ينفع أكمل. إما أن ينفع. بساعدك. إما أن يضر. إما أن يضر عندي بس. إما أن غير. مش عارف. الصديق إما أن ينفع أكملي. أو يضر. لا. إما أن ينفع أو إما أن يدفع. يدفع الحساب. إما أن ينفع أو لا يدفع. يعني يدفعني يدفعني. في الحالتين. زين لا. إما أن يصنع. الصديق إما أن ينفع أكمل. الصديق إما أن ينفع. يلا. أو يضر أو يضيق. لا بعد بعد. إما أن ينفع. إما أن ساعدكم بعد. ما أقول لكم كلمة واحدة بس. يبيع. لا. أنا عندي شعور. لا. يصيب. لا. عكس المنفعة. مو بعكس المنفعة. مو عكس المنفعة. يعني إنه بشكل عام الصديق إما أن ينفع أو إنه رح يعمل شغلة منيحة كمان. تكون على نفس المثل. أيوة. على نفس. أيوة. أنا ما أدري أنا في شعور إن أنتم بتجاوبون. إما أن ينفع أو ينفع. لا. أو يعين أو لا. الصديق إما أن ينفع إما أن ينفع إما أن يضر إما أن بس أبي كلمة منك. ما أنا بقول لك كلمة ونكسب يعني. يلا إن شاء الله على الكلمة. يعني أنا أعطيتك الجملة. إما أن ينفع أو إما أن يهدم. لا. إما أن يغرق. يغرق. يغرق يعني يغرق الواحد يعني. لا لا. يخلف. يخلف. الصديق إما أن ينفع. أكمل الحكمة. يرفع. إما أن ينفع. يرفع. أو إما أن يشفع. يشفع. نعم يشفع. أكيد أكيد يشفع. مبيضة. لا لا يشفع. الصديق يشفع. وألف مبروك، ربحتي معانا جوائز تستاهلين. ربحتي معانا جائزة من البدء، وأيضا ربحتي معانا جائزة من تركيان للحلويات، وربحتي معانا جائزة من حديقة أكوا بارك، شوبان للحلويات والتمور، الجزيرة للعطور، وعندك من عسيف، وبعد عندك جائزة من الوطن وجائزة من زبرجد المجوهرات. ألف مبروك تستاهلين. الله يسلمك. مبروك للي ما غلط وما عاد، وحبه وفضل للي غلط. أذكركم ما بقي إلا يومين. حياكم تعالوا وفكروا معنا. I'm